تطبيقات تطبيقات مثلا من الاشياء اللي اللي ما شاء الله صار لها رواج كبير وترند اللي هو عدنان معلم القرآن وله حلقات وايضا هو مدفوع يعني جزء منه بفلوس مع ذلك الناس قاعدين يتداولونه ويحملونه لانه يخدم الفئه الصغيره الشباب والبنات الصغار لان من شب على شيء شاب عليه. والقران انا اشوف انه يزرع في الاطفال الصغار شيء مميز وانا قاعد اتكلم مع الشيخ ناصر قبل شوي وابو احمد نتكلم عن افكار ممكن تخدم القران عن طريق الاطفال عن طريق مسابقات الامهات والاباء يصورون اطفالهم وهم يتلون القران باصوات حلوه ويكون فيه جوائز على مستوى اعلى على تويتر على يعني تكون مناسبه انها تنتشر عندنا وتكون مدعومه ويكون لها رعاة وكذا، أنا أتوقع بيصير لها صدى كبير وأثر كبير في زرع حب القرآن في النشأ وإبراز حتى قراء صغار ومن الأطفال